انثى بامور المستحضرات البشريه. انا مو الضبايا بسن انه يمكن جسمنا لسه عم يصنع هي الماده حتى نحن ما ناخذها بشكل صناعي. هلا مش قصه هيك، هي لو انتبهوا عنا نحن كلياتنا من اول ما درسنا العلوم الطبيعيه بنعرف انه اي بروتين بجسم الانسان بيتفكك بالامعاء الدقيقه للحموض الامينيه لتمتص بالامعاء الدقيقه، والكولاجين نفس الشيء. الكولاجين هو عبارة عن بروتين، أنا إذا أخذته عن طريق مستحضرات حأرجع فككه أمعائي الدقيقة تفككه للحموض الأمينية. هلا هذا الجسم بيصنعه كولاجين، بيصنعه أنزيم، بيصنعه هرمون، هذا بقى على كيف الجسم. فأنا ممكن إني فوت علي آلاف من الحبوب وآخذ عبق الإطراحي، وخاصة بقايا الكولاجين الغير ممتص بيصير مثل الجم بالكولون فبينفخ البطن جدا. وأنا ما استفدت شيء بالاسم، أنا مسكت شيء، أنا الكولاجين ككريمات بلاقي أفيد من أن أدخله كحبوب. هلا مو انا ضد هالقصة، بس هي عندك اياها كمعلومه علميه، يعني يجب ان انتباه لها. الفائده منه اكبر، يا ريت نتوجه للمستحضرات اللي بتزيد تسريع اصطناع الكولاجين بجسمي، وهي هلا اللي عندك اياها بالمعامل التجميل العالميه بفرنسا وبهالامور هي. شو هي هي الاغذيه اللي هي هلا حكينا عنها؟ الكيوتين انزيم. هذا الكيوتين انزيم هذا رائع جدا لتسريع معمل اصطناع الكولاجين بجسمي. كل انسان في عنده له شكل معين مثل بصمة إصبعته، عنده كولاجينه هو الخاص فيه. رب العالمين بيحطوا الكولاجين بمنطقة الخدود، بمنطقة الشعر، بمنطقة الغضاريف، حتى للناس اللي هي عندها مشاكل مفاصل. هاي المواد كتير مهمة جدا لنا. أخذ عن طريق الفم بدون فهم شو عم يصير فيها، هذا شيء خاطئ. لازم تسرع اصطناع كولاجينك، الكولاجين اللي انت رب العالمين له شكل هندسي، الكولاجين بروتين له شكل فراغي هندسي رهيب التصميم، كل واحد له كولاجينه الخاص. يعني مو انه انا والله انا اذا اخذت مستحضر الكولاجين هو اللي حيكون حيناسب، هذا اذا فات اساسا واصطنع نفسه بالاساس. الفكره الثانيه حتى ما نطيل الحلقه ونعملها حلقه كثير علميه، خلينا نحكي على المواد اللي بتسرع صناعه الكولاجين بالجسم. هلا مثل عندك يا عصير الجزر رائع جدا، عصير التفاح، عندنا السبانخ غنيه بالكيوتين انزيم، هدول المواد رائعين. الشيء الثاني فيتامين سي كثير بيرفع عندي صناعه الكولاجين بالجسم. هلا الشيء الثالث اللي بيهمني امره انا بالنسبه دكتوره، بس في سؤال، انه نحن عم ناخذ الفيتامين سي نحن بنقدر نحطه على وشنا بشكل مباشر مثلا من اي قطعه بردقان او قطعه فواكه، او لازم ناخذه كعصير او اكل؟ انا بفضل اخذه، يعني هلا اساسا الفيتامين سي يتمتع بحموضه معينه. هلا بيقولوا لك عندك ماسكات التقشير البشره مثل احماض الفواكه في حموضه بتقشر البشره الخارجيه، تعرض البشره للحمض بنسبه حتى لو كانت درجه خفيفه بتقشر الطبقه الخارجيه منه، لذلك احيانا بعض ماسكات التقشير بتعطي بشره نضره وهالامور هيك كلياتها. هلا حنعلم اخواننا المشاهدين ماسك بسيط عندك اياها مشان تعطيها بشره رائعه حتى وقت تطلع بالشمس ما تصير تقشر وهالامور هيك كلياتها. هلا اذا جبنا 3 معالق نشا وحطينا معهم معلقه خميره، خميره البيره اللي هي غنيه بفيتامين بي، هذا كثير رائع جدا. وهلا وحطينا لها شويه ماء ورد، خلطناهم مع بعضهم، خليناهم يخلي الخميره شوي تتفاعل مع النشا لمده تقريبا 5 دقائق، خليهم لحالهم يرتاحوا مع بعض. نعمل هالمسك بنمده على البشره 15 دقيقه على الوجه، على الوجه نبعد عن منطقه اسفل العينين. هذا الماسك رائع جدا لشد البشره، لتغذيه الكولاجين خارجيا عندي اياه. الشيء الثاني ماء الورد منقي رائع. هلا بعد ما ينشف هذا المسك على الوجه خشي تقريبا 10 دقائق 15 دقيقه، ناخذ من بالايدنا شوي بالماء وبنعمل مثل سكراب. هذا السكراب بندعك عندي اياه المنطقه الخارجيه للبشره، تاكلي شوي البشره القديمه عندك اياها الخارجيه، بدل ما انت قشرتي شوي الطبقه الخارجيه للهي بتتحفز عندي، بيعطي اوامر الجلد انه يصنع بشره اجد، فبتلاقي انه تجددت الخلايا وما اجملها. وبنرجع بنقول مين اللي بيسقي البشره؟ المي. يعني انت تعمل هاي المسكات 70 مره وما عم تشرب مي ولا شيء حيتفوت، حيرجع يتقرن الجلد بسرعه جدا عاليه. فهي الامور هي كثير رائعه لهالقصص هي. الشيء الثاني اللي بدي اقول عليها تحت منطقه العينين كثير بيسالون عنها، السواد، التنفيخ، الامور هي. هلا اكيد في لها اسباب البيولوجيه الداخليه، ما حنستعرض تفاصيلها، ان كان فقر دم ولا ان كان احتباس سوائل ولا ان كان مشاكل كبديه. معظم الانتفاخات اللي تحت العين بتكون مشاكلها كبديه او كلاوي، فهذا اكثر من ما يكون فقر دم ولا غير فقر دم. هذا بيعمل تنفيخات، توزمات تحت منطقه رقيقه جدا لا يوجد تحتها منطقه عضليه. فهي اهم شيء عندك اياها، النوم المرتاح نوعا ما. الشيء الثاني عندي اياها كمادات الشاي، عندي كمادات الشاي متناوبه مع كمادات البابونج. كمادات البابونج بتعمل عندي تفتيح لمنطقه تحت العين، اما كمادات الشاي بتروح انتفاخ العين وبتعقمها، خاصه الناس اللي عندها مشاكل جنجل او هالامور هي كلياتها. هاي بالنسبه لمنطقه الوجه. هلا بنجي بيقولوا لنا كثير اعطينا مثلا للجلد
الجلد عم يتأشر الأمور هاي بنرجع بنقول الماء ثم الماء ثم الماء. النقطة الثانية في مناطق عنا يا رب العالمين بتحسي إنه وضع عضلات قاسية تحت منها وفي عضلات كسولة بجسم مثل عضلة أسفل الصرة والعضلات الداخلية للفخذين والعضلات الخلفية للأفخاد. حنعطي وصفة بسيطة للسيلوليت عندنا ياها كتير بتحبها الصبايا وهالأمور هاي. منجيب معلقة بن أو طحل قهوة، أنا بحب على طول إني استثمر النفايات بالبيت يعني. نحن على طول طحل القهوة من كركب البلاليع فيه وهو كتير مفيد جدا. فمرة أحد المطارات تفرجنا إنه في كريم عم يستعرض بآلاف الدولارات وشو سببه؟ لأنه في مشتقات الكافيين فيه للسيلوليت، فليش نحن نكب هالمادة؟ هي المادة فيه جدا فعالة للسيلوليت. إذا جبنا 3 معالق طحل قهوة وحطينا معهم معلقة نشا ومعلقة اسمها معلقة شبة، مادة بتستخدم لشد البشرة نوعا ما، حطيناها على المناطق اللي فيها سيلوليت بالأفخاد الخلفية والعضلات الكسولة بالأفخاد الداخلية وحطيناها 10 دقائق، رجعنا فركناها، هي بتروح السيلوليت بنسبة كتير عالية، خاصة إذا انخلطت مع شوية عصير ليمون أو عصير برتقال، مادة حامضية فيها شوية فيتامين سي. صار عندنا نحن بنحط طحل قهوة، حنعد 3 معالق طحل قهوة، عندي إياها معلقة شبة، وعندنا شوي مددة يا بعصير برتقال أو عصير ليمون وبنخليها تنشف على البشرة. هلا بنحاول إنه شوي عندنا إياها وقت تنشف نعمل سكراب كمان مثل ما عملنا للهي، بعد 10 دقائق بنلاحظ مادة دهنية زفرة عندك إياها عم تخرج مع الماسك. ليه؟ لأنه وداويها بالتي هي كانت الداء، والسيلوليت هو أساسه كان سببه أحد الأسباب الكبيرة لإله كسر مشروبات الكافيين داخل الجسم، فبيتجمع البقايا القطيرات الدهنية بين منطقة البشرة والأدمة وبتشكل هالانسيناءات اللي هي بتنزع شكل الفخذين او المناطق اللي بيظهر فيها سيلوليت. دكتوره خليني اسالك سؤال، حضرتك ذكرتي انه وجود الكافيين بنسبه كبيره بجسمنا هو احد اسباب السيلوليت او البدانه. طبعا لانه الجسم بيحاول يطرد هالفضلات، الكلى وقت بيفيض فيها الكيل تبعت الباقي الكافيين على الجلد، يعني هلا من هذا وقت بيكون عندنا نسبه المنبهات هي يعتبر الجسم من احد سمومها، فبيبعتها على الجلد اللي هي احد مصارف الاطراح بجسم الانسان، فبتظهر عندك يا قطيرات السيلوليت المنتشره على منطقه الفخذين هي اكثر شيء، واحيانا مناطق عندها الداخليه للفخذين. فالفكره الاساسيه بنرجع بنقول شغلات بسيطه ممكن تكون موجوده ببيوتنا وفينا نعمل هذا الموضوع بشكل بسيط. هلا الشيء اللي بدي احكي عليه اللي هو الكثير الاساسي هو الشعر. الشعر اللي هو علة العلل بفترة الصيف بيكسر التساقط لأنه بزيد أملاح الجسم عندك على حساب سوائله. برجع بقول الشعرة هي نبتة، إذا ما سقيتها ما حتقدر تدوم معك على فترة طويلة. لكل إنسان الله بيخلق له طول شعرة ممكن يقدر البصلة تحملها. البصلة هي عبارة عن عضلة ومواد عصبية عندك يا شبيكات عصبية بتحميها، والنقطة الثانية شبكات دموية بتغذيها. فالفكرة بدك تيجي تعرفي إنك بدك تسقي هالمجموعة المتكاملة. في معمل رائع جدا عند بصلة الشعر بيصنع مادة الكرياتين عندي إياها تبع الشعرة، هي بروتين الشعرة. هلا هاي المجموعة إذا فهمها عندي إياها الإنسان بيعرف من وين عم تيجي تساقط شعره. كثير بيقلمني بيجيني واحد إنسان شعره دهني أو صبية شعره دهنية وناس قايمة زيت حاطة زيت على شعره، قايمة زيت حاطة زيت. اللي بدي يعرف إنه الناس اللي عندي أنا بدك تعرف أول شيء حتى تعالج شعرك شو طبيعة شعرك. الناس اللي عندها شعر دهني غلط جدا 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 تحطي له زيت حتى لو كان الزيت نازل من السماء. فالفكرة هاي الخاطئة هنا ياها إنه الشعر ما بيفيده غير الزيوت، هذا شيء خاطئ جدا خاصة إذا كان شعر دهني. أما إذا شعر جاف بالعكس تماما بيفيده هذا الموضوع. الناس اللي عندها شعر دهني بيفيده البروتين لأنه هذا الموضوع شكرا جدا مهم عالي جدا، هذا موجود بصفار البيض ومادة عندك ياها الموز. الموز بيفيد الناس اللي شعرها دهنية. هلا إذا نحن عملنا تناول الموز ولا لا حنعمله ماسك نحن للشعر الناس اللي شعرها دهني. يعني بالنسبة لي إذا فقست صفار بيضة وغلط تربطها بالخلاط مع نص موزة تماما حتحطها عندي ياها على الشعر تبعها. هلا هذا ماسك مغذي جدا عندك ياها لكرياتين الشعرة، فهذا جدا رائع بالنسبة لها. النقطة الثانية الناس اللي عندها مشاكل شعر دهني لازم تستخدم خل التفاح، معلقة خل تفاح يوميا أكلا ومعلقة خل تفاح دهنا للشعر. خل التفاح بيعطي لمعة رهيبة جدا للشعر، والناس اللي عندها مشاكل قشرة أساسا بتروح بتخلص من هالمشاكل هي كلياتها. فبرجع بعيد إنه أنا الناس اللي شعرها دهني بحب خل التفاح، والنقطة اللي يهمني أمرها البيض والموز. هلا الناس عندها شعر جاف أو معتدل يعني هلا الجاف بيضيفوا لمسك الموز والبيض زيت الزيتون او زيت اي زيت معين زيت بلد بيقولوا له هذا. وقت شفت وصفات فيها مايونيز وهيك المايونيز تحطه على شعرك يعني انت عم تدلل شعرك وتحط له القصه هي. هلا نحن بنقول البروتين البيض كتير مفيد للشعر،
بغض النظر عندك ياه، وفي عندك بروتين بالموز رائع جدا على فكره. عوض ما نحط عندي ياه كرياتين صناعي عندك ياه بالموز موجود هذا الماده، بترمم عندك ياه كرياتين الشعر اللي بيتلفوا الحراره والسشوارات والصبغه خاصه اللي بتشتغل بتلون شعرها كل فتره وفتره. فهالامور هي كثير رائعه بالنسبه لنا. اهم غذاء للشعر بالداخل اذا بدك تحافظي على شعرك انه ما يتساقط، انه يكون جسمنا منتظم هرمونيا. يعني كثير بيجونا شباب ببلش بقى التستوستيرون يشتغل بعدهم ب 30 للهي، هذول الشباب اذا حاولوا بدهم ياخروا التصلع عندهم اياه، لان احنا بنقول التصلع عندك يا عامل وراثي كثير ما بنقدر نخفيه، لكن اذا بدنا ناخر هذا البوادر شرب الميرميه يؤخر بوادر ظهور الصلع عند الرجال والشباب خاصه اللي خايف على شعره. الفكره ما اي اثار جانبيه ممكن؟ الميرميه ماده منقيه للدم بتقلل عندك اياها النسبه العاليه للتستوستيرون وظهوره، لانه لاكثر شيء بيسمم البصله عند الرجل عندك يا التستوستيرون. والانثى حتى وقت بتتلخبط هرموناتها وبيعلى الهرمون الذكري نوعا ما عن حدوده الطبيعية عندها، ليش بيصير عندها تساقط بالشعر؟ هلأ الأنثى اللي عندها كيسات على المبيض أول شيء بتقلك عندي تساقط شعر، الأنثى اللي عندها لخبطة بهرمون الغدة الدرقية بتقلك إن عندها مشاكل تساقط شعر. فالفكرة الناس اللي عندها هاي القصة أهم غذاء لإلها بفترة حتى بفترة رمضان أو غير رمضان مشروب اسمه الميرمية، لأنه الميرمية منظم هرموني رائع بالجسم. ما بيعمل عندك يا نحن بنرجع بنقول ما بنعالج هرمون بهرمون، نحن بنعالج هرمون بمادة ممكن تضبط نشاطه لهذا الهرمون. احنا ممكن نشربها بشكل يومي دكتوره؟ بالضبط، بعد فتره التراويح هي رائعه جدا للشعر ولتنميته من جديد. طب خليني انتقل معك للاظافر، يعني بخصوص نحن الصبايا بتلاقي بنعاني من تكسر الاظافر ومن ضعف احيانا حتى لمعه الظفر. هلا حاحكي نصيحه يمكن ما تعجب اخواتنا المشاهدات، يعني هلا رسولنا الكريم عنا اول نصيحه ان قلم اظافرك فان الشيطان يعقل على ما طال منها. هلا الفكرة الأساسية وجد العلماء إنه صوروا بالبكتيريا التصوير قديش في مستعمرات بكتيرية بين الأظفر إذا طال ربع ميلي، وبعد ما يعقموه هدول الناس اللي غسلوا بالديتول والناس النظافية والأمور هي كلياتها. هلا أنا مو ضد فكرة إني أنا العامل التجميل والقصص هي، لكن إذا بدك تحافظي على أظفرك عندك يا عندي يا ما يتكسر لازم يتقلم تماما. هي نقطة. النقطة الثانية في عرق اسمه عرق الملح تماما، في حال كان عندك يا أنا بشرب مي بشكل صح بغذيه عندك يا مادة زيت الزيتون، دهنه بزيت الزيتون خاصة للأنثى اللي بتستخدم الطلاءات كتير. مواد الطلاء عندي إياها مواد مركبات كيميائية بحتة فيها أصبغة فظيعة لا تذاب إلا بمواد اسمها الفورم الدهيد، هي مواد كيميائية حتى وأنت عم تعملي الطلاء تستنشقي نوعا ما ريحتها. أنا ما بحبز يكون في كتير استنشاق خاصة لأنثى حامل وخاصة بالفترات الشهر الحمل الأولى، هي الأمور حاول إنه قدر الإمكان إنه تكون قليلة. هلأ حاليا بيقولوا لك إنه في طلاء بيكون عندك يا ممكن يتغلغلوا ماء الوضوء والأمور هي، حتى ما نطيل على المشاهدين عنا ياها. الفكرة الأنثى اللي بتستعمل الطلاء كتير بتطول أظافرها لازم تكون عند كل شهرين تقلمون، وبعدها تطول الأظفر جديد. الأظفر القديم كل ما قدم مدته وكان طويل أكثر قابليته للتكسر كتير عالية، لأنه هو حيتعرض للعوامل الفيزيائية وهو طلع من الجسم، يعني مدى ما طلع عن مستوى اللحم ما عاد الجسم مسؤول عن تغذيته، فهذا هو بيصير بقى مشاكل التكسر. كل ما كان تغذية الظفر بالمنطقة الأولى لمنطقة عرق الملح اللي هن بيشوفوها الأخوان المشاهدين، في ناس عندها بتمد الظفر كوراثيا لفترة مسافة عالية من الظفر، في ناس لا. هلا هاي الامور هي اذا بدك تحاولي انك تحاولي تعرفي انه مثلا ظفرك ليش ما عم يطول، او في ناس جماليا ما بيكون، حطي زيت الزيتون بشكل مستمر عندك يا على منطقه هي عرق الملح عندك يا حتلاقي كثير فرق بطوله بعدم تكسره بشكل كثير عالي. كل ما كان الظفر شربان مي من البدايه كل ما كان قابليته للتكسر اصعب، لازم يكون في مرونه. هلا الناس اللي بتتكسر اظافرها تستخدم الزيتون، زيت الزيتون، الماء. هلا الناس اللي ما بتطول اظافرها يعني بتحسيها 200 سنه لطولت نص ملي، كل العالم تفكر انه مشكله كلس، مشكله تثبيت كلس. بنفضل انها تاخذ لوز وتين مجفف، لانه هدول بيثبتوا الكلس العضوي على مناطق الاظافر والعظم، فهذا كثير مهم. نحن بنشرب الكره الارضيه كلس، بنضرب فيها كلاوينا، الكلس عم يسبح بالدم، وش دور الكلاوي تلحق تصريف كلس، وما بنستفيد من الكالسيوم كتثبيته. في عامل اسمه تثبيت الكلس، فيتامين د له عامله فيها، كمان في شيء اسمه نحن الهرمونات عندك اياها لها منظومه رهيبه جدا في تثبيت الكالسيوم على المنطقه العضويه بالعظم كان ولا بالاظافر. هذا كثير بيفيدوا السمسم واللوز، فهدول الناس اللي بتتكسر اظافرها اذا استخدموا هذا الموضوع حيلاقوا شغله عندك يا فرقت معهم كثير. حتى نحن صار عندنا الزيتون وزيت الزيتون
واللوز واللوز والسمسم والسمسم. تمام. هلا الشيء اللي بيهم تظهر الخطوط البيضاء، بيقولوا لك شو هي الخطوط البيضاء؟ هلا هن مو متضايقين منها قد ما هي اشاره استفهام، بيقولوا لي شو ناقصني شي شغله يعني؟ هي اغلبيتها بتكون من الزنك، الزنك هو دليل انه ناقصك. رب العالمين بيحط لنا، انا هذاك اليوم شو سر هذا الخط الابيض؟ هذا حساس. هلا اجهزه الكره الارضيه كلها بالعالم، كمبيوترات العالم، الشبكات، اذا ناقوس خطر بيطلع اشاره حمراء، اشاره خضراء، هي احد الاشارات انه انتبه يا هالانسان ناقصك شيء. بيطلع هذا الخط الابيض، كل عالم تفكر انه ناقص كلس، هو ناقص زنك. الزنك كثير مهم لجهاز المناعي، هذا انتبه يا هالانسان. حتى بيقولوا لون الظفر، لون اللسان بيكون انعكاس لامراض خطيره جدا احيانا، فكل ما كان اللون صحي كل ما كان هذا الانسان عافيته سليمه. طيب دكتور، وقت بيكون في عندنا نقص بالزنك، شو هي الاغذيه اللي نحن لازم ناكلها حتى نتجنب او نساعد حالنا؟ كالعادة نحن بنقول هي أرمية الخسلة من القيب القمامة، غنية بمادة اسمها الزنك. السمك، السردين رائعين جدا بالزنك. الخس رائع على فكرة لبشرة نضيرة ولشعر رائع. الخس غني جدا بالماء، باكل أنا معه عندك يا تقريبا 3/4 كاسة مي وأنا مو منتبه، يعني كثير ملطف للكولون، يعني ملطف للحرارة الداخلية لجسم الإنسان، حتى بيعمل خصوبة عالية بالجسم. الناس اللي عندها ضعف مبايض، ضعف إخصاب، ضعف تعداد نطاف، عندي إياها كثير رائعة الخس لزيادة تعداد الحيوانات المنوية. القصة إنه في كثير شغلات نحن هذا قلنا طبيعي، خذ بقى معنا وقت دوقت، إذا أنت تعودت عليها أنت ما بتتركها. اللي بيجرب شغل رب العالمين ما بيشغل، يعني ما كتير بيعجبه شغل البني آدمين، بس مو إحنا ضد التطور العلمي والصناعة، بس في شغلات يستحيل الإنسان يقدر يصنعها يعني، فهي عادة بتوازن، هي سر الكون كله توازنه. وبالنهاية كل المستحضرات هي عبارة عن الأغذية اللي نحن عم نرميها يمكن، أو هي قدامنا وما عم ناكلها، في معامل تانية اخذتها وعملت لها مستحضرات. بالضبط، هي مواد صناعية. بالضبط. بشكرك كثير على حضورك معنا دكتورة ثواب، وبشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لكم كمان، ان شاء الله تستفيدوا باذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، قدمنا لكم اليوم شوية مسكات لنضارة البشرة والأظافر وتقصف الشعر، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقتنا لليوم، تبقوا بألف خير والسلام عليكم.